حذر وزير الداخلية عثمان الغانمي من العبث بإنجازات التظاهرات، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية لواء خالد المحنة أن الوزير أكد خلال زيارته محافظة بابل جملة أمور أعلى رجل الشرطة القيام بها، منها الحرص على تنفيذ القانون وتطبيقه وعدم السماح مطلقا بالتجاوز عليه تحت أي ظرف وضرورة فرض هيبة الدولة وتعزيز دور رجل الشرطة وعدم التساهل إزاء حالة التطاول على رجل الشرطة.